كيف البيع اليوم ماشي بحال الايام اليوم حرك السوق ماشي ممكن البيع شويه برك. هذا العام كيقولوا بان كاين الغلاء. هذا العام كاين الثمن براني راه كاين الثمن. كاينه 80 كاينه 70 كاينه 100 كاينه. شنو السبب اللي خلى الحولي يكون غالي هذا العام مقارنه مع العام اللي فات؟ كاين الغلاء من العام اللي فات كاين الغلاء شرينا الغلاء من الاول مشريناه. العام فيه زين وشرينا الغلاء. شنو هو السبب في نظرك؟ السبب العام زين. العام زين. العام زين ولكن كيكون الغلاء. كتكون البهيم غالية. كتكون البهيم غالية. واش ناقص يكون رخص. كيكون رخص شوية. إوا الشيء السبب هو هذا. ماشي الترونسبور والعلف. كاين ترونسبور نيتاسبور كاين. هما العلف كاين العام عالف الشعير وفرينة. موجود. بالنسبة للثمن ديالكم دابا انتم اللي كتجيبوا كتثمن الاسماء ديال الفلاش واش هو مناسب للناس ولا مناسب؟ هو مناسب مناسب مالو كاين 60 كاين 70 كاين 50 كاين 80 الثمن مناسب وكتبقى اغلى خروف عندك هنا شحال كيبيع؟ اغلى خروف هنا ب 90000 واقلهم 60 50 75 75 هادشي اللي كاين في السوق هو هذا هادشي اللي كاين هو هذا الشراق الكسام كرفس شويه والعيات توا مع المدرسه من الشاري ما كاينش وحنا كنبيعوها بالخسران ما هاد العام ما دايره معانا والو باركين شحال باركين 10 ايام يلا باين كاين اللي باع 15 خروف كاين اللي ما باعهاش كاين ولا مول 50 اللي غيعيط غيعيط بالنقصان والكساب ما يسلكش ب 50 لو عدو الحولي بارك عام وخيخسر عليها 50 ريال في النار ما يسلكوش كيشري ب 30 باقي كيرضى عمو وشحال كيعلفوا وشحال كيخسر عليه وشحال كيضرب عليه تمار كريم 100000 الخدام ب 20 والكاميو ب 40 ما غيسلكش اصاحبي هذا هو اللي كاين هو هذا حنا مكرفسين اصاحبي ما باركين 10 ايام ما داير معنا والو السوق كنبيعوا بالخسران درك سير يبيعوا الدراري بالخسران خروف الا برك عدك ورديتيه ب 50 غتبيعها ب 30 ايوا بنادم راه كيسلك الله يعمل الله تعالى هو اللي صوب البيع ما كاينش واش كنظن ان الناس ما تخلصهاش او ما عرفتش واش شادين الثمن المهم واش غادي نقول لك نتمنى الله سبحانه وتعالى يسخر الجميع وصافي.